معايا كاملين، واحد زوج ثلاثة. عمو يا جي، عمو يا جي، عمو يا جي، عمو يا جي. هيا يا أطفال وهيا نمتعكم في حصتنا من سحر وتهريج، ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يا زين، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يا زين. الغدو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة، وبها يا نور العفو عمو يا زين. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يا زين، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يا زين. شكرا 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 شكرا. وش راكم مازال ما عيتوش يا اطفال؟ زكي سقسيدي الاطفال هادو، سقسيدي هاد الاطفال الشاطرين هادو، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش يبدا فصل الربيع؟ شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش يبدا فصل الربيع؟ شكون الشاطر؟ عطيني الشاطر هذا، واسمك وليدي؟ واسمك؟ محمد الهادي. محمد الهادي، شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، وقتاش يبدا فصل الربيع؟ 21 جوا. معليش معليش معليش، محاولة تفكير سليم. شوف الشابة هذه، هذه اللي موراك، واسمك بنتي؟ يمينة. واسمك؟ يمينة. يمينة، شحال في عمرك يمينة؟ 14 سنة. 14 سنة، الله يبارك بنتي، طلعتي معايا هنايا، واش في تعليك؟ مرحبا بك بنتي. وقتاش يبدا فصل الربيع؟ 21 مارس. 21 مارس، 21 جوان واش يبدا؟ فصل الصيف. فصل الصيف، راك مزروب على الصيف. على بالكم على سقسيتكم، عمو يزيد دار أغنية نقول هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة. جميلة موزعة، تغنوا كامل معايا، هي الفصول الأربعة، يلا معايا. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة موزعة. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروعة. أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة، يرقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء ساطعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة.
الله هو الخالق والكون ليس مضيعا. هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ الله هو الخالق والكون ليس مضيعا. هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. شكرا شكرا. هل تعلموا أحبتي كل الفصول نافعة؟ كل فصل وعنده الأهمية نتاعه. يا أخي أطفال، لازم الشتاء، لازم الصيف، لازم الخريف، لازم الربيع. يا أخي شكون يقدر يقول لي، شكون يقدر؟ تحبوا الأسئلة، تحبوا الأسئلة، تحبوا الأسئلة ولا الهدايا؟ الهدايا عم بالي، تحبوا الأسئلة، تحبوا الهدايا. معلش، اذا نشوفوا شكون الشاطرين. شاطرين كامل. اذا شكون اللي يقدر يقول لي؟ كامل. وقتاش اليوم العالمي للبيئه؟ ورا سكتوا كامل. اليوم العالمي للبيئة لأنه حبيت نغني أغنية. كاين إنسان، كاين إنسان حبوه كامل ونحترموه وعمو يزيد له تقدير. هاد الإنسان هو اللي يمر ويجمع القمامة، واسمه، شوف الشابة هذه، واسمه المنظف. المنظف، أعطي الشابة هذه، واسمك بنتي؟ واسمك؟ إلهام. إلهام، شحال في عمرك إلهام؟ 11 سنة. واسمه هذا اللي نحبوه؟ عامل النظافة. عامل النظافة، فوالا، برافو برافو بنتي. تعالي تعالي، روحي روحي معايا، تعالي تعالي. عمو يزيد دار تقدير لهذا الإنسان اللي نحبوه. على بالكم يا أطفال، كاين دول في العالم وين عامل النظافة يمر مرة في الأسبوع والدنيا كلها نظيفة، مرة في الأسبوع، لأن احنا عندنا دورنا كذلك في هذه القمامة وفي هذه النظافة. هذه لازم ما نرميوش هكذا، لازم ما نرميوش الكوارت وين جات. عمي مودرة هذه، لازم نردو بالنا. يا أخي أطفال، نظافة مهمة الجميع. يا أخي بنتي، قولي لهم النظافة مهمة الجميع. نظافة مهمة الجميع، برافو بنتي. إذا أعطيني الهدية تاعها. أنا عامل نظافة إنسان نحبه بزاف. كما قلت لكم، كاين دول في العالم وين عامل نظافة يمر مرة في الأسبوع، إحنا بالمرات يمر ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم. على بالكم باللي ما تقدروش تصوروا شحال شحال، يعني لازم من إنسان يعمل، شحال لازم الوسائل باش عامل نظافة يمر مرتين ولا ثلاث مرات ولا مرة في اليوم. راهي حاجة كبيرة، لازم نسهلوا له العمل نتاعو. يا اخي اطفال، لازم في الكيس مثلا اذا كان كاس مكسر ولا زاج ولا ما لازمش نديروه. يا اخي ردوا بالنا. اذا بنتي، راعي برنامج مع عمو يزيد ومدينه عمو يزيد يهدي لك هذه الهديه باش تستفادي بها ان شاء الله، لانك كنتي شاطره تقدري تبقاي معنا. عمو يزيد راح يغني لكم، شكون يعرف اغنيه تاع عامل النظافه؟ عمي عمي يا مصطفى، تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة. تعرفوهاش؟ تعال اروح، تعال تعالي بنتي، تعالي 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 كذلك، تعالي تعال 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 انت تاني. تعال يلا ارجعي هنا، تعال تعال تعال. واسمك؟ اش
محمد. ثلاث سنين. قولهم في الميكرو. ها؟ قولهم في الميكرو شحال؟ ثلاث سنين. انت عمرك ثلاث سنين وشاطر هكذا؟ شاطر انت؟ ايه. وين تسكن محمد؟ في تيري ملي. مع من جيت محمد؟ مع من جيت؟ مع ماماك. مع من؟ مع ماماك. وراي ماماك؟ هيك. ماما كاين هيك بعيدة عليك، ما تخافش. جيت وحدك؟ ايه. شاطر، اقعد مع مو يزيد، اقعد لهنا وليدي، غني معنا. يلا. حبيت تجوا تغنوا تاني؟ تعال أنت، تعال. تعال تعالي بنتي انت تاني، تعالي. اذا عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تخاطر دوما. يلا تغنوا كامل معايا. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. يا أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. برافو برافو برافو. إذن عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر لا تبالي بالأخطار يا أخي هي أوساخ تحمل لا تبالي بالأضرار كذلك. إذن عمي مصطفى عامل النظافة نكن له كل الاحترام. يا أخي يا أطفال شكون اللي يعرف النوتات الموسيقية؟ النوتات الموسيقية ما هي النوتات الموسيقية؟ النوتات زكي أعطي لهم الميكرو أصدقائنا. أنا مازي تاني هنا يعني شاي. النوتات الموسيقية شكون اللي يعرفهم؟ أنا يا. شكون اللي يعرف النوتات الموسيقية؟ تعرفيهم النوتات الموسيقية؟ واسمك بنتي؟
مريم. مريم، قولي لنا النوتات الموسيقية. شكون اللي يعرفهم؟ دو ري مي فا سولا سي. عاوديهم. دو ري مي فا سولا سي. برافو برافو، دو ري مي فا سولا سي. تعالي بنتي روحي روحي، تعالي تعالي. على بالكم علاش؟ لانه عمو يزيد دار لكم اغنيه تاع السلم الموسيقي تاع النوتات الموسيقيه، نقول فيها دو ري مي فا سولا سي، معروفه عبر الازمان. تغنوها كامل معايا يلا. دو ري مي فا سولا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دو ري مي فا سولا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دو ري مي فا سولا سي دو دو سي لا سول فا مي. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي. خطوط مرسومة بطول، يدعى السلم الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلم الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. شكرا. عجبتكم الأغنية؟ إذا يدعى السلم الموسيقي ويبدأ بمفتاح صول. شكون يدرس الموسيقى في المدرسة؟ أنا. شكون يدرس الموسيقى في المدرسة؟ أنا. ماشي بزاف؟ تحبوا الموسيقى؟ برافو 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 برافو. اذا يا اطفال، السلم الموسيقي هو اللي نكتب به الكلمات ونلحن به الكلمات ونكتب به الموسيقى. تعالوا ولموا إلينا انضموا عمو يزيد عمو يزيد.
عمو يا زين،
تحبوا المدرسة؟ راكم في عطلة؟ إذا بما أنكم في عطلة، شكون يعرف الأغنية؟ بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا لنأخذ العطلة. عوديها تشوف. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. برافو برافو برافو، تصفيق عليهم تصفيق عليهم تصفيق عليهم. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعبة، لا أمضيه لهو اللعبة. إذن كمل معايا، جاءت العطلة، يلا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. يلا كمل معايا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، ها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة، نمضي أوقاتا سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعبة، لا أمضيه لهو اللعبة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. هرا برافو برافو برافو، تحبوا العطلة؟ إذن أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعب. لا أمضيه لهو اللعبة. فوالا، لا أمضيه لهو اللعبة. يا أطفال مليح تكونوا في عطلة، تزوروا الأقارب كذلك وكامل، ولكن المراجعة مليحة، تقرأ الكتب. ماشي شرط أنك تقرأ الكتب تاع الدراسة، اقرأ القصص، لازم تطالع، المطالعة مهمة يا أطفال، لازم تقرأوا الكتب يا أخي. قرأوا القصص السهلة، معليش ماشي شرط أنك تقرأ كتاب طويل، ولا خذ القصص البسيطة الصغيرة وقراها يا أخي. وش رأيكم في آخر الحفل؟
نعود الأغنية عن النجاح، لأنه اليوم أنا نحتفل بالأطفال اللي ربحوا سيزيام، يعني أنفان لا سانكيام كما يقولوا، شهادة التعليم الابتدائي. إذن كما قلت لكم مبروك النجاح عليكم، ورفعتوا رصان والديكم يا أخي، بكالوريا وزيد ليسانس، وإن شاء الله تاني وإن شاء الله تاني دكتورة، إن شاء الله تاني دكتورة. برافو برافو، إذا إن شاء الله تاني دكتورة. إذا يلا تغنوا كامل معايا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ونحن في عطلة. لا 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 تخلطت لك العطلة مع النجاح. أنتو كان النجاح قلت النجاحين تكوني في عطلة. برافو بنتي، شاطرة شاطرة شاطرة. إذا يلا مبروك النجاح عليكم. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال، ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، بكالوريا وزيد ليسانس، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، بكالوريا وزيد ليسانس، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال، بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال، يا كل يتعب بينال. شكرا شكرا شكرا. نجاحكم هو الأساس، لعقوبة لشهادة أخرى، بكالوريا زيد ليسانس، وإن شاء الله تاني دكتورة، إن شاء الله تاني دكتورة. إذن بالتوفيق بالتوفيق. لحقنا الأغنية، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع
اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود تنتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. إذن لا تحزنوا، حن الوداع. يلا معايا كامل موسيقى. حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. هيا نعودوها مرة أخرى، يلا هيا كامل 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 تغنوها يلا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو برافو برافو، شكرا شكرا. إذن قوة على خير، شرفتونا. يلا مع السلامة. عمو يزيد.